شكرا للزميل هشام الخالسي. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، هذا هو اليوم الرابع من المونديال الافريقي هنا في أرض الكنانة مصر، هنا في أرض السويس، هذه المدينة الباسلة في حرب أكتوبر 73 نقود فيها أولى مباريات منتخب نصوري كارتاج بعد دقائق ولحظات ضد فريق أنغولي، فريق متميز جدا بقيادة باملاك تيسيما أفضل حكام القارة السمراء. الفريق الأنغولي وأسماء متميزة جدا، فريق لازم نحطوه في اطاره، اكيد ألان جيريس خياره للتشكيل، خياره للاسماء، اختياره لهذا الفريق الذي سيخوض المباراه رقم 69 في تاريخ منتخب نصوري كارتاج في تاريخ المونديال الافريقي، فيه عوده ايضا لقراءه الخصم، عندهم لاعب جاسبار في سبورتينغ لشبون، لاعب باستوس قلب الدفاع في نادي لاتسيو روما في الدوري الايطالي، عندهم المحترف في ستيلفيو في لوكسمبورغ، ثم عندهم الثنائي في انطاليا التركي اللاعب ماتوس رقم 17 ورقم 9 راس الحربه الفريدو ريبيرو، ورقم 20 ويلسون هو هداف سبورتينغ براغا في الدوري البرتغالي. حكايات انغوليه بدات في نوفمبر عام 80 وهدف لهدف في استاد السيتاديل القلعه في لواندا، هدف سمير بكاو والعربه الاولى، نعيم 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 السليتي والفرصه ضاعت في اقل من ثلاثة دقائق. المنتخب التونسي يهدر كرة انفراد، يضيع فرصة انفلات، يلعب الجيكا، تطلق الكرة جالما، جالما حط الكرة خطيرة، يلعب كرة والحارس فاروق، فاروق بن مصطفى رابع حضور في أمم أفريقيا، مباراة الود ضد العراق دخل تاريخ الكرة التونسية. سأكلمكم عن ريكور أسطوري لوهبي، يمشي الخزري، ترجع يا حسام الحدادي، حدادي كرة ليوسف المساكني، تسعة أهداف أمام قوة الأنغوليين، خازري كرة مقطوعة من البدوي، ترجع كرة لأنغولا، حدادي يعاود أكسيلاسيون ممتازة من جاسبار، جاسبار والكرة في ستحتضن في ظرف سنتين 2020-2021 بطولة العالم للجمهور. ترجع كرة تونسية يوسف المساكني، كرة من يوسف، شد كرة يوسف ويربح خطأ. المنتخب الأنغولي دارس مليح المنتخب التونسي بامكانياته. حدادي النصور في الاتاك، مره اخرى كره على طريق وجدي كشريده، وجدي كلمه جالما يلعب الكره، ريبيرو ريبيرو تحط الكره، 2013 صفر صفر مع المغرب، فقط مصر من العرب هزم انغولا في النهايات. بوفيشتا يلعب كره خطيره جدا، العرضيه والدفاع ويشوط كره، وكانت صعبه لمنتخبنا الوطني. هي من اكثر المباريات متكافئه اللي باش تشوفوا فيها الكره. بعد يلعب الكره 16 لاعب ستيلفيو، خطيره جدا، كره سريعه ومرت سليمه، الكره من رقم 20 ويلسون لاعب سبورتينغ براغا في البرتغال، شوف الباس ممتاز، فماش تسلل، طلب الكره لابيل ثم يضرب كما جات على طريقه طبعا ديلان برون، حاط الكره واجدي كشريده يلعب الكره رامي، اولها فوز رويسي 94 واخرها الخازري في 2017. منتخب التونسي عنده 50 لاعب هداف في تاريخ مشاركاته، يعني 88 هدف سجلوها. ترجع الكره عن طريق جالما، تغطيه ممتازه من ديلان برون، الانغولي عنده بعض المحاولات والكره ترجع خطيره، منتخب التونسي يمشي المساكني، نملى كل الكراسي، نعرف انه قاعده اللعب القوي جالما، جالما هي فترة صعبة على منتخبنا. المنتخب الانغولي هو فاروق، رد بالك فاروق، فاروق فاروق بن مصطفى، الياس الصخيري، كرة منتخب التونسي، كرة بسليتي، سليتي وضربة جزاء، ضربة جزاء لنصورنا، ضربة جزاء لاولادنا ورجالنا، جيبها يا سليتي جيبها، 33 دقيقة لعب، كعب رهالو، الغزال القادم من الصحراء إلى الذهبية، نعم سليتي وضربة جزاء، سبعة يتقدم يوسف المساكني، يحط كورة إيلياي، واحد بلاش لتونس، واحد بلاش للخضرة، 1-0 تونسنا، تونس تونسنا عن طريقها
هدف النمس اللي يدخل التاريخ يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات. باف سليتي ضرب جزاء، النمس يحط الجول ويصبح أول لاعب في تاريخ نصور كرتاج يسجل في أربع نهايات مختلفة في الكان. واحدة بالبالية غينيا اللي سرقونا من راجين درابرسار، والكرة ترجع لياس خيري. وين ياس؟ وين ياس؟ والتماس ترجع واه بالخزري، مازال فيها جول، مازال فيها واو، مازال فيها أمل. وهدف لي في تاريخ البطولة الإفريقية بهذه الكرات من كرة بينالتي ضربة جزاء. أولها فوز الرويسي ضد الحمد لله سجلنا الهدف، لأنه في فترات أنغولا كان ممكن تمركي. أخرج يا فاروق، غطي يا فاروق، اربح يا فاروق، طمني يا فاروق. دلت الموسم المتأخرة خليت جيريس يقرأ قراءة سليمة وممتازة، وكنت طلبت فيها أكثر من مرة أنه نركزوا برشا على البرو اللي أكثر فري وأكثر مرتاحين. اثنين فديتونت عالية لازم يرد باله الأولاد. ترجع كورة ويني ويني عندك يا بحلوة، يمشي بكورة حدادي. يا حدادي يا حدادي يلعب كورة وترجع. ويا معلم يا معلم يا سليتي، جيبها جيبها يا سليتي، خلصنا ريحنا يا سليتي. في الشوط الأول كم سيضيف على الثوبي بملوك، شتعمل شتعمل هو بشخصية نعيم سليتي، لأنه نعيم سليتي في الدقيقة الثالثة ضيع هدف محقق. نعيم سليتي وراء ضربة الجزاء اللي تقدمنا بها في السكور، ونعيم سليتي جاته كرة الكاوو في آخر الشوط. إن شاء الله الخزري، إن شاء الله المساكني، إن شاء الله الأولاد في الوسط يلقاو الحلول، والمنتخب التونسي يثبت في الدفاع لأنه أمن أولى النقاط الصعبة في هذا المونديال الإفريقي. يدخل جيرالدو، يدخل جيرالدو بدل اللاعب المهم جدا الارتكاز ستيلفيو داكروز، اللاعب المساكني السابع لاعب تونسي يسجل بينالتي في المونديال الافريقي. نهنيا وتكتيكيا ومباراة صعبة. ترجع كرة الحدادي بالراس خب تونسي، فما فوت، الحكم يعطي لافونتاج. كرة ترجع لوجدي كشريدة، وبالراس يا كشريدة أو البدوي. حذاري حذاري عرضية وكرة ركنية، ضغط كبير. المنتخب التونسي لنتفق جميعنا انه من ركنية من جالما يلعب الكرة. منتخب انغولا ترجع بالراس، والعدل والنزاهة وبالتالي هو النمبر 1. ترجع الكرة انغولية والحارس فاروق بن مصطفى. كرة من فاروق من السريع جيرالدو بذكريات ترجي اهلي، يلعب خطير على القائم الثاني والكرة طويلة ضربة مرمى. جيل سونتادا رقم 10 جيرالدو الخطير قطار الاهلي السريع. ترجع الكرة مرة أخرى المنتخب الأنغولي، قاعدين نخسروا برشا كرة. وجدي في اليمين يدخل وجدي، وجدي كشريدة يلعب الكرة خطيرة، وديدي حدادي طويلة والكرة خطيرة حطها خزري، وتسلل ضد المنتخب التونسي. تسلل على يوسف، تسلل على يوسف، يتقدم اللاعب جالما. كرة خطيرة من جالما والدفاع موجود باية بدلع في المباراة. ترجع كرة صغيرة ضاغط، كرة الثانية ياخذها يوسف، كرة لمساكني لمساكني حد كرة وابل خزري، وابل خزري كان اناني وابل بالموت. ترجع كرة خزري، خزري بالراس حط الكرة، حط أسامة الحدادي. اوب المعلم، المعلم يتصرف، اوه سليتي في خطا عادل. كرة حذاري، رد بالك قاعدين في الوسط، رد بالك رد بالك، مش لاعبين دو والشوطة بعيدة. كرة ترجع المنتخب التونسي جيلسون دادا، دادا ولا دالا. كرة المنتخب الأنغولي حذاري والدفاع بامتياز لتفادي الركنية، لا لم ينجح في تفاديها البدو. المنتخب الأنغولي كرة خطيرة، كرة ثابتة صعبة جدا، والدفاع مرة أولى مرة ثانية. هذه أرقام المباراة، أقل من 300 باس للمنتخب التونسي بهذا اللقاء ضد أنغولا. ايضا حتى مصر وجدت الصعوبه في البدايات ضد زيمبابوي. غيلان وجدي كشريده، كوره من وجدي كشريده، شاط كوره وضربت مرمى للكره الثابته. يا ما فتحت ابواب، يا ما عدتنا في مباريات وجابت لنا تراح. الكوره من خازري والهدف الثاني يضيع، والكوره ترجع للحارس، كوره ترجع للمغادر الشعلالي ويدخل فرجاني الساسي. يغادر غيلان 68 دقيقة في المباراة، يدخل فرجاني. هنا اللاعب لما يكون سفير لبلاده، هنا اللاعب اللي يشرف وقت بلاده جمهور السويس،
هز يا خزري، اضرب يا خزري، امشي يا خزري، وينك يا بدري باش تضرب؟ طرد الخزري، وهبي مساكني مساكني، خلاصة وضرب الجزاء. قرا الخصم يعرف الاطراف قوية بتاع المنتخب الانغولي، حذاري من هذه الكرة، حذاري من التوزيعي، والكرة خطيرة للمنتخب الانغولي، حذاري والحارس، والكرة وهدف التعادل، حذاري وهدف التعادل المنتخب الانغولي. خطأ فادح في الدفاع في التمركز وخطأ قاتل من فاروق، الكرة ترجع قدام رقم 7 اللاعب جالما، وجالما يعادل الأرقام. هذا هو المنتخب الأنغولي القناص، تقريب من أول فرصة حقيقية ومن أول هفوة في دفاعاته يسجل منتخب الفلانكاس نيجرس التعادل.